سهام الجنوب عملية عسكرية أطلقتها القوات المسلحة الجنوبية لتطهير محافظة شبوة من التنظيمات الإرهابية بدعم وإشراف مباشر من التحالف العربي بعد نجاح عملية سهام الشرق في محافظة أبين. ناشطون وسياسيون بمدينة المكلا دعوا القوات المسلحة الجنوبية بمواصلة تقدمها في دحر ودك معاقل تلك التنظيمات وصولا إلى مناطق وادي حضرموت. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مباركات أطلقها ناشطون وسياسيون بمدينة المكلا تؤيد تلك الانتصارات البطولية التي حققها أبطال القوات المسلحة الجنوبية في محافظة شبوة من خلال عملية سهام الجنوب التي جاءت استكمالا لعملية سهام الشرق التي انطلقت بمحافظة أبين لتطهير محافظات الجنوب من شأفة الإرهاب الذي عانى منه الجنوب، وخصوصا منذ الوحدة اليمنية المشؤومة التي ألصق من خلالها النظام الشمالي تهمة الإرهاب بالجنوبيين. بالطبع هذا مثل هذا القرار قوبل بترحاب وتفاؤل شديدين من قبل الشعب سواء في الجنوب أو في حضرموت لما يمثله من قرار محوري يعكس نفسه على الحياة الاجتماعية والعسكرية وحتى السياسية في الجنوب، خاصة وأن الجنوب عانى ما عانى من الإرهاب على مدى 30 عام، وحاول النظام اليمني جاهدا منذ احتلال الجنوب في العام 94 إلى ألصاق تهمة الإرهاب بالجنوبيين وبشعب الجنوب. تلك المباركات رافقها دعوات لقيادة القوات المسلحة الجنوبية ممثلة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بإعطاء التوجيهات لمواصلة العمليات العسكرية في وادي وصحراء حضرموت والمهرة لتطهيرها من عناصر الفيد والإرهاب وأجندتها وأدواتها التخريبية التي هربت من شبوة واحتمت مظلة الإخوان في المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت. ندعو الرئيس القاضي بإعطاء التعليمات لتطهير وادي حضرموت والمهرة من هذه القوات الإرهابية كونها اتجهت من شبوة إلى محافظة حضرموت، حسب معلوماتنا اليوم أنها اليوم دخلت أطقم محملة بالإرهابيين مدججين بالسلاح إلى وادي حضرموت. ندعو رئيسنا القائد باتخاذ قرار في هذا الشأن لتطهير محافظة حضرموت والمهرة. هذه العمليات العسكرية في مكافحة الإرهاب أنعشت آمال الجنوبيين لبلوغ مرحلة مغيرة من الوضع العسكري، وأبرزت التلاحم الوطني الجنوبي وفوتت الفرصة على المتربصين وعمدت على إفقادها حلقة من حلقات الطوق التي كانت تجد متنفسا لها للإعداد لعملياتها الإرهابية ضد محافظات الجنوب.